إذا أطال الإمام جلوس في التشهد الأول وأنهى المأموم قراءة التشهد الأول، فماذا يفعل باقي الوقت؟ إذا أطال الإمام التشهد الأول فاستمر في التشهد حتى لو أكملته فلا حرج. وكذلك لو أدركت معه الركعتين الأخيرتين فإنه سيطيل التشهد، لأن التشهد في حقه هو الثاني وفي حقك الأول، فأتم التشهد ولا حرج. باقي الوقت استمر كمل التشهد، صلي على النبي، بارك على النبي، تعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، أودع الله بما شئت.